ليشيا الحوثي تقصف الأحياء الغربية لمدينة تعز، والجيش يصد هجوما حوثيا شمالية غربية المدينة. الميليشيا الحوثية تواصل تصعيدها العسكري بمأرب وتتكبد خسائر بشرية ومادية. الحوثيون يختطفون مواطنين منعوا تحويل المساجد إلى مجالس لمضغ القات في عمران. أهلا بكم، والبداية من تعز، حيث شنت الميليشيا الحوثية الإرهابية اليوم الأحد قصفا مدفعيا على الأحياء السكنية غربية المدينة. وقال مصدر محلي اليمن شباب إن حي شارع 30 والأحياء المجاورة لجبل الدفاع الجوي تعرضت للقصف بأربع قذائف أطلقتها الميليشيا من مواقعها في الجبهة الشمالية للمدينة، ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا للقصف حتى الآن. كما يأتي هذا القصف رغم الهدنة المعلنة منذ بداية شهر رمضان برعاية الأمم المتحدة التي تواصل التغاضي عن انتهاكات وجرائم الحوثيين. تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم الأحد من صد هجوم للميليشيا الحوثية الإرهابية على مواقعها شمال غربية مدينة تعز. مصدر عسكري قال اليمن شباب إن المواجهات تجددت في أطراف معسكر الدفاع الجوي بالتزامن مع قصف مدفعي على الأحياء السكنية. ووفقا للمصدر فإن الميليشيا قصفت بقذائف المدفعية أحياء شارع 30 وبير باشا ومحيط الدفاع الجوي بعدد من قذائف المدفعية. ورصد الجيش الوطني تعزيزات دفعتها الميليشيا الحوثية، وقد شملت أفراد وذخائر إلى مواقع في الجبهات الشرقية والغربية إضافة إلى الشمالية الشرقية لتعز وإلى جبهتي الضباب ومقبنة. وينضم معنا نائب ركن التوجيه المعنوي لمحور تعز العقيد عبد الباسط البحر، أهلا وسهلا بك. هناك حديث عن قصف حوثي استهدف الأحياء الغربية للمدينة، أطلعنا على التفاصيل. أخي الكريم، ساعات الفجر الأولى شهدت عدد من القذائف التي أطلقتها ميليشيا الحوثي من أماكن تمركزها بشارع 60 و50 محيط تعز الشمالي. وصلت هذه القذائف إلى أحياء سكنية في الحصب وشارع 30 وبرباشا ومحيط معسكر الدفاع الجوي ومدينة النور والبعرارة. طبعا هذه التمهيد المدفعي كانت ميليشيات الحوثي تهيئ لهجوم كبير على جبهة شمال غرب تعز. بفضل الله تعالى وباليقظة العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش الوطني، تم إفشال هذا الهجوم الغادر والجبان، والذي لم يراعي شهر رمضان ولم يراعي الهدنة المعلنة كعادة الميليشيات التي لا تراعي أي اتفاق ولا تلتزم بأي ميثاق وليس لها أي عهد أو ميثاق. وبالتالي شهدت طبعا، رصد الجيش الوطني عمليات تعزيز واسعة وانتشار لقوات الميليشيات سواء بمدرعات أو عربات BMP إلى شارع 50 وإلى أيضا محيط المطار القديم ومحيط معسكر الدفاع الجوي الخاضع لقوات الحكومية، وأيضا إلى مفرق شرعب وإلى جوار مصنع السمن والصابون في مفرق شرعب، وأيضا بين الأشجار وفي العمارات بشمال غرب تعز. كان هناك انتشار واسع وعملية تعزيز من مديريات متفرقة، تم التغرير بعدد كبير وحشدهم إلى الجبهات، جبهات القتال في صفوف الميليشيات، وأيضا تجميع والمناورة بعدد من الأسلحة الثقيلة والعربات المدرعة. وهناك أيضا كان تعزيز بأطقم عسكرية وبعربات مدنية ذات دفع رباعي. يعني هناك تعزيزات للجبهات عقيد عبد الباسط، هل هناك أيضا تطورات في الجبهات إذن؟ نعم، الميليشيات تصعد من الأعمال العدائية وتصعد من الأعمال القتالية، وأيضا نواياها بشن الهجمات على كثير من جبهات المحافظة. لكن بفضل الله تعالى كما حصل الليلة البارحة
وساعات الفجر الأولى لهذا اليوم بيقظة أفراد الجيش الوطني وأبطال الجيش. تم التصدي لهذه الحشود والتعزيزات، وتم إفشال عمليات الهجوم المباغتة والمفاجئة والجبانة والغادرة لهذه الميليشيات الانقلابية، وسط عدد كبير من الخروقات للهدنة. هناك الآن بالمئات خروقات، يعني لم تتوقف الأعمال القتالية، بل تم تصعيد الأعمال القتالية وتصاعد أعمال العنف من قبل هذه الميليشيات، وتم يعني الحشد والتعزيز وإعادة التموضع والانتشار سواء للقوى والعناصر القتالية أو للوسائل والآليات العسكرية والنيران المختلفة. نعم، شكرا لك العقيد عبد الباسط البحر نائب ركن التوجيه المعنوي لمحور تعز، كنت معنا عبر الهاتف. واصلت الميليشيا الحوثية الإرهابية أيضا تصعيدها العسكري في جبهات القتال على امتداد مأرب. مصادر عسكرية قالت ليمن شباب إن معارك مستمرة بين الجيش الوطني والميليشيا الحوثية اندلعت جنوب وغربي مأرب عقب محاولة الميليشيا الهجوم على مواقع الجيش. وأشارت المصادر إلى أن الميليشيا تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال المواجهات. وأضافت المصادر أيضا بأن الميليشيا تواصل الدفع بتعزيزات بشرية وعتاد عسكري إلى أغلب الجبهات، منها نحو 29 طقما محملا بأفراد وذخائر دفعت بها إلى عدة مواقع جنوب وغربي مأرب، كما دفعت بأليات عليها عيارات إلى محيط جبال البلق. ومن مأرب انضم معنا رئيس تحرير موقع مأرب بريس أحمد عائض، أهلا وسهلا بك. يبدو بأن الميليشيا صعدت العمليات العسكرية في الجبهات منذ إعلان الهدنة، كيف تفسر ذلك؟ إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال، سنعاود الاتصال بالسيد أحمد رئيس موقع مأرب بريس. إذن الميليشيا الحوثية واصلت تصعيدها العسكري كذلك في عمران، وقد اختطفت عددا من المواطنين هناك بعد رفضهم نصب شاشات داخل المساجد وتحويلها إلى مكان لمضغ القات والنوم. وقال شهود عيان إن الميليشيا اختطفت الحاج حزام بن علي القشيري والبالغ من العمر 60 عام في مديرية قفلة عذر بسبب منعه وضع شاشة تلفزيونية في المسجد الذي بناه من ماله ويعمل قيما عليه منذ سنوات، حيث طلبت الميليشيا منه فتح المسجد لوضع شاشة تبث فيها خطابات زعيمها الإرهابي عبد الملك الحوثي، غير أنه رفض ذلك ما دفعها لاختطافه. ووفقا للشهود فقد زجت الميليشيا بالحاج حزام في أحد سجونها بمديرية قفلة تعذر إلى جوار آخرين اختطفتهم سابقا لذات السبب. إذن عودة للسيد أحمد عائض رئيس موقع مأرب بريس، أهلا وسهلا بك مرة أخرى. حول آخر التطورات التي حدثت في مأرب، هناك تصعيد من قبل الميليشيا للعمليات العسكرية في الجبهات منذ إعلان الهدنة، كيف تفسر ذلك؟ مرحبا بكم وبكل المشاهدين. طبعا التصعيد على نوعين اثنين الذي جرى خلال 72 الساعة الماضية، هناك محاولات يعني هجومية من قبل الميليشيات الحوثية. قبل يومين حصل هجوم كبير للميليشيات لكنها تعرضت لمقتلة وخسائر فادعة في العدة والعتاد، ومصادر عسكرية وميدانية أكدت قبل 3 أيام وصول أكثر من 40 جثة إلى المستشفى العسكري ومستشفى القدس بالعاصمة صنعاء. حاليا وخلال الساعات الماضية هناك يعني استهداف لمواقع الجيش الوطني بالمدفعية والطيران المسير وإلى آخره. الذي لوحظ خلال الفترة الماضية أن الحوثيين بدأوا باستحداث تحصينات ترابية كبيرة وعملاقها تعد الأولى منذ 7 سنوات، بمعنى أن الحوثيين الآن بدأوا الاستعداد لوضعية الدفاع وليس الهجوم. يبدو أن نتائج مشاورات الرياض أفرزت ربما رسائل يعني بمفادها ربما أن المرحلة القادمة ستكون صعبة وشرسة ضد الميليشيات، ولذلك بدأوا
بعمل هذه التحصينات خوفا من أي عملية عسكرية كبيرة قادمة تستهدفهم في جبهات مأرب بشكل عام. نعم، لكن يوم أمس كان هناك قصف بصاروخ باليستي استهدف الأحياء السكنية في مأرب، يعني لماذا كذلك تواصل الأمم المتحدة صمتها عن هذه الانتهاكات؟ الأمم المتحدة تعودنا طوال 7 سنوات أنها تغض الطرف دائما عن انتهاك الميليشيات الحوثية، ورغم فداحة الاستهدافات التي تطال الأحياء السكنية وأحياء المواطنين أو حتى مخيمات النازحين، هذه سمة ملازمة وملاصقة للأمم المتحدة، حتى أنها تقاريرها دائما تساوي بين الضحية والجلد. نعم، ما الدور المطلوب إذن سواء من المجلس الرئاسي أو التحالف للتعامل مع الميليشيا الحوثية التي تواصل ارتكاب الجرائم والانتهاكات وأيضا خرق الهدنة الأممية؟ يبدو أن المجلس الرئاسي هو على اطلاع، وهناك تقرير يومي يرفع له من قبل وزارة الدفاع اليمنية بإجمالي الخروقات التي تتعرض لها مواقع الجيش الوطني سواء بمحافظة مأرب أو تعز أو حجة أو غيرها من المحافظات. هناك دعوة لضبط النفس لأن هناك وعود دولية بالتدخل، لكن هذا الصبر لن يطول أمده ولن يستمر كثيرا، خاصة وأن المجلس السياسي للميليشيات الحوثية يوم أمس أعلن رفضه القاطع لكل مخرجات مشاورات الرياض، وهي دعوة ربما نستطيع القول أنها دعوة لاستمرار الحرب ورفض كل خيارات السلام. نعم، إذن سيد أحمد عائض رئيس تحرير مأرب بريس كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أفادت مصادر محلية بامتناع شركات ومنشآت الصرافة في صنعاء وعدد من المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية عن تسليم الحوالات بالعملات الأجنبية، إضافة إلى وقف عملية بيع النقد الأجنبي. وقد أكدت المصادر أن شركات الصرافة بصنعاء ترفض تسليم الحوالات المالية بالنقد الأجنبي وتقوم بتسليمها بالعملة المحلية وبسعر منخفض، مبررة ذلك بعدم توفر السيولة النقدية لديها بالعملة الصعبة. وتلجأ الميليشيا الحوثية للحصول على العملة الصعبة من خلال المضاربة في مناطق سيطرة الحكومة والتلاعب بقيمة الريال اليمني. يعاني سكان مدينة المكلا بحضرموت خلال شهر رمضان من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، حيث تكثر الحاجة لاستخدام الكهرباء في أجهزة المكيفات والتبريد والأضواء وغيرها في مدينة شديدة الحرارة. هذه الأزمة ولدت حالة غضب واحتجاجات للسكان في الشوارع. أملا في الحصول على هبة من النسيم، فإن الجلوس أمام المنازل في الأيام الأولى لرمضان ربما السبيل الوحيد لأهالي مدينة المكلا بمحافظة حضرموت لاتقاء الحرارة المرتفعة في ظل انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في اليوم. أنا من مواليد المكلا وعمري ما شفت موقف زي المواقف اللي شفتها في السنة هذا بالذات. يعني تخيل حرمة الساعة 9 بالليل تنزل هي والرضيع حقها، الرضيع لا عند الكبس، نوقف السيارة، وين بغيت يا أمي؟ والله بغيت الكبس بجلس على مطلس الكهرباء. أو يكفي. الانقطاعات المتواصلة للتيار الكهربائي ولدت غضبا شعبيا في المدينة، ووصلت حالة الغضب إلى قطع الطرقات الرئيسة في المدينة وإحراق الإطارات، مما شل حركة المرور في ذروة ساعاتها. المظاهرات أو المسيرات اليوم الخامس على التوالي، هناك يعني جرحى في المستشفيات، الوضع محتقن، يعني بدون أي حلول جذرية. ما زالت الكهرباء تنقطع صباح مساء، وما زال المواطن يعني يعيش في حر شديد في المكلا وضواحيها. لم نلحظ أي تحسن في الكهرباء منذ أن وصول الملحة السعودية حتى اللحظة. ما يزال ملف الكهرباء أكثر الملفات تعثرا في ساحل حضرموت منذ سنوات طويلة. الجهات المعنية تعزو المشكلة للقدرة التوليدية، إذ تبلغ 100 ميقاوات حاليا، ثلثها حكومي والباقي من محطات مستأجرة، أما حاجة المدينة يبلغ ضعف ذلك الرقم.
مع دخول الشهر الفضيل يعاني سكان مدينة المكلا من ظلام دامس وارتفاع درجات الحرارة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 14 ساعة في اليوم، وسط عجز السلطات عن وضع حلول حتى الآن. فهل ستكون بقية أيام الشهر الفضيل بردا وسلاما أم عذابا غراما؟ معتز النقيب، يمن شباب، المكلا. إلى تعز، حيث يواصل مكتب الثقافة بالمدينة إقامة فعاليات ليالي تعز الرمضانية الفنية والترفيهية والمسابقاتية في منتزه التعاون وسط المدينة. وتتخلل الفعاليات التي تقام كل خميس وجمعة وسبت من كل أسبوع فقرات متنوعة وتفاعلية يشارك فيها كوكب من نجوم الإنشاد في المدينة. وتقام الفعاليات التي تقدم فيها جوائز عينية ونقدية بحضور جمهور من أبناء المدينة بمختلف الفئات. مكتب الثقافة في تعز اليوم يقدم وما زال يقدم ليالي تعز الرمضانية في منتزه التعاون برعاية كريمة من محافظ المحافظة ووزير الإعلام والثقافة والسياحة. جوائز بالملايين، مبدعون كثر، كبار نجوم الإنشاد، نجوم ستاند أب كوميدي، والأهم أننا جعلناها كل الرسائل الفنية اليوم تدور في إطار فك الحصار عن تعز. جمهور تعز يستحق، وهذه المدينة الصامدة والصابرة تستحق أن يفك الحصار عنها وأن ترفع عنها المعاناة والبلاء. ستستمر أيام وليالي تعز الرمضانية، بدأناها الخميس، الجمعة، اليوم السبت، خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم أيضا خلال نفس الأيام وخلال شهر رمضان الكريم. وكل عام إن شاء الله والوطن وتعز بألف خير ويتعافى وينتصر على نبتة الشر الانقلابية. نهاية النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها. ميليشيا الحوثي تقصف الأحياء الغربية للمدينة أو مدينة تعز، والجيش يصد هجوما حوثيا شمال غربي المدينة. ميليشيا الحوثي تواصل تصعيدها العسكري بمأرب وتتكبد خسائر بشرية ومادية. الحوثيون يختطفون مواطنين منعوا تحويل المساجد إلى مجالس لمضغ القات في عمرة. ختاما في أمان الله.